اهلا بكم مجددا متابعي موقع اخبار صدى البلد الالكتروني. هكم معكم انا داليا خضر في تغطيه خاصه على صعيد المستوى الاقتصادي والحديث عن اخر مستجدات سوق الذهب وسعره اليوم اللي شهد تراجع كبير جدا خلال تعاملاته اللي وصل لاكثر من 11 جنيه لكل جرام. فبالنسبه لجرام الذهب عيار 21 وده اكثر عيار مبيعا في مصر، فسجل النهارده 814 جنيه بعد ما كان امس الاربعاء بيسجل 825 جنيه فقط، وده بحسب اخر تحديث لغرفه صناعه المصوغات. وبالنسبة لعيار 24 وده الأغلى سعرا طبعا، فسجل 930 جنيه للجرام بعد ما كان أمس بيسجل 942.85 قرش للجرام، وعيار 18 سجل 698.5 جنيه للجرام. وخلال آخر 50 يوم تراجع الذهب في مصر حوالي 100 جنيه للجرام بنسبة هبوط بلغت 8% منذ أول أغسطس، وده بسبب التراجع العالمي اللي حصل بسبب تراجع مبيعات الذهب عن الفترة اللي قبلها ورجوعها للمعدلات الطبيعية بسبب طبعا بدء تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى من أزمة الكورونا، وكمان لأن الفترة اللي فاتت كان فترة جني أرباح البنوك، واللي بيضطر المستثمرين في الذهب لبيع بعض أصول الذهب اللي بيمتلكوها عشان يسددوا الأرباح دي، فبالتالي بتقل نسبة الشراء وبيأثر ذلك على الأسعار اللي بالمناسبة ده حدث بيحصل كل فترة. وعالميا برضو سعر الذهب تراجع لأقل قيمة له منذ أكثر من شهرين، وده بيعكس أن أسواق الذهب الفترة المقبلة محليا قد تشهد مزيد من التراجع، والتراجع العالمي ده حصل بسبب ارتفاع سعر الدولار قدام سلة العملات. وبحب أنوه برضو أنه رغم تراجع الذهب النهاردة إلا أنه لازال سعره مرتفع من بداية السنة دي تحديدا منذ كورونا، وده بقيمة حوالي 131 جنيه لكل جرام، واللي بيبان مثلا في جرام الذهب عيار 21 النهاردة اللي زي ما قلنا بيسجل 814 جنيه، وكان أول يوم في 2020 سجل 683 جنيه بس. وبكده نكون استعرضنا سوق الذهب حاليا في مصر، وايضا لمزيد من المتابعه والاخبار والتفاصيل زوروا موقع صدى البلد الالكتروني. كنت معكم انا داليا خضر، شكرا لمتابعتي والى اللقاء.